بتقدروا مثلا تفتحوا هيدا الدرس إذا بدكن، بتقدروا تفتحوا الصورة اللي بدكن إياها وتتنقلوا بين الصور لتشرحوا أفكار للتلاميذ. بتقدروا تعلموا لهم مثلا، إذا أنا بدي أشرح لهم هلأ بجي بقول لهم هاي النيوران بتتصل مع هاي نيوران بهيدي المنطقة اللي اسمها ساينابس، وبرجع بنقل للصورة التانية بيجي بقول لهم هون هاي الساينابس اللي حكيتكن عنها هونيك فيها المكونات التالية، بشرح أجزاءها وبحكي عنها، وبرجع بشرح الفانكشن تاعها. فيي ارجع إذا بدي روح على اكسرسايز، بفرجيهم أنا وعم بقرأ لهم الاكسرسايز، شو فيي أنا أعلم لهم، شو فيي فرجيهم على أي جيفن معين وأحكي عنه بوينت باي بوينت. بقدر إني بعد ما بقدر طبعا أصور بطريقة بالعرض، يعني أنا هلأ كبرت مساحة الشغل، صرت قادر شوف الصور بكل أجزائها. صرت أنا كمان بعد ما خلصت صرت أنا قادر افتح البرنامج وبس افتح البرنامج هلأ بفرجيكم كيف بدنا نقص من فيديو ونوصله بفيديو تاني. يعني مثلا أنا هلأ بدي اشتغلن على اليوتيوب وأنا عم بشرح الساينابس، بيجي أنا ساينابس، فإذا طلع لي مثلا هيدا الفيديو وجيت أنا حاولت سجل جزء من هالفيديو، فيه أترك الصوت وفيه خفف الصوت وأنا أحكي الكلام اللي بدي إياه. وبعد ما يبلش اشرح لهم جزء من الشرح عبر الفيديو اللي انا عم استعرضه قدامي على اليوتيوب، في انا احكي الحكي اللي بدي احكيه علشان هن يوصلون المسج اللي انا بدي اياها عبر الكلام اللي انا بدي اقوله. فبيكون الفيديو جزء من العرض اللي انا بدي اعرضه، مثل هون مثلا انا كنت عم بحكي عن الساينابس وبحاجة لهيدي الفكرة، فبيجي انا بهيدي الفكرة صرت انا قادر اكتب مع الفيديو هو ماشي، اكتب الاشياء اللي انا عم حاول اني اوضحها ودل عليها، وفي بكليك وحده بس اكبس هاي الاكس اللي هون كل اللي انا كتبته على الشاشه بروح. فبكون انا عم اقوم بعمليه العرض، وبس خلص هلا رح فرجيكم كيف بقدر اني انا هيني رح ابلش بالفكره. بقدر انا مثلا هلا ب هيدي الطريقة بقدر، هيدا برنامج تاني عم يشتغل بنفس الوقت بس أنا عم أفتحه علشان من هون من هيدا المكان فتحته للبرنامج، صار عندي الفيديوهات الموجودة عندي. بكبس على هاي كبسة التولز، ومن قلب التولز بروح على الأدت، أدت فيديو، وبقلب الأدت أنا قادر أخد فيديو معين أنا مشتغله قبل، أو بروح على الميرج فيديوز.